بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير وهام للغاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأتمنى على الله إن أكون هذا الرجل. يعني المشروع الحقيقة اللي أنا شفته على الإنترنت مشروع ضخم ورائع وجميل وممتاز. المشروع ده تم تمويله من أكتر من جهة. الحقيقة الجهات اللي مولت هذا المشروع مشروع خاص بالهيستولوجي اند باثولوجي، اسمه ديجيتال مايكروسكوب. هو عمله ديجيتال مايكروسكوب خاص، ولما هنشوف الكلام اللي هم كاتبين حقيقة انا اتأثرت بيه جدا. يعني هو مشروع ضخم جدا. طبعا فاعل الخير المجموعة الكبيرة اللي شاركوا في الموضوع ده، وان شاء الله اتمنى اكون انا دالة على خير. يعني المشروع ده ضخم جدا الحقيقة، بيهدف إلى عرض كل الشرائح ما تخص الهيستولوجي والباثولوجي بمواضعها المختلفة بديجيتال مايكروسكوب بصورة ممتازة. ده موقع اللي أنا بتكلم عليه، وده الرابط بتاعه. لما هنضغط عليه هنروح للموقع ده، ديجيتال مايكروسكوب. دي دول البارتنرز أو المشاركين والمساهمين في هذا المشروع اللي بيتكلم على الميكروسكوب، الديجيتال مايكروسكوب للهيستولوجي، ديجيتال مايكروسكوب للباثولوجي، بالاضافه الى اشياء اخرى هنتعرض عليها واحنا بنشوف الفيديو مع بعض. الحقيقه ده البروفيسور مايكل هيرن، ده في جامعه نمور، جامعه في بلجيكا. ودي البيانات بتاعته، بتاعت البروفيسور ده وبتوع الساينتفك سبورت والتكنيكال سبورت، ده موجودين على الموقع. الحقيقه انا ترجمت الكلام اللي كانوا كاتبينه، ونظرا لان صيانه مختبر متخصص في علم الانسجه وعلم الامراض الباثولوجي مكلف للغايه، كما ان تكوين مكتبه شرائح الانسجه الاساسيه قد تستغرق سنوات عديده. وفي ظل الظروف الراهنه وقصر العمر المتوقع للمجاهر قصيره جدا بالاضافه لصيانتها طبعا، فان كل هذه المشكلات الضخمه التي يواجهها الاكاديميون في البلدان الناشئه او التي لا تملك الامكانيات الماديه لانشاء مثل هذه المختبرات الضخمه للانسجه، فقد قررنا هذا بقى هو المهم، بناء مجهر رقمي ديجيتال مايكروسكوب يمكنه محاكاة وليس استبدال تمارين المختبر في علم الأنسجة وعلم الأمراض الهيستولوجي والباثولوجي. لما بندخل على الموقع وبنضغط على الدي مايكروسكوب بيطلع لنا المجموعه كلها دي، الاجهزه المختلفه سواء الكارديو باسكولار سيستم، ريسبيراتوري سيستم، يورينري سيستم، المنتري سيستم، دايجستف، الاندوكراين، الميل ريبرودكتيف، الفيميل ريبرودكتيف الى اخره، والنيرف سيستم. كل السيستم لما بنضغط على اي واحد فيهم بتبتدي تطلع لي التركيبه بتاعته. يعني الكارديو باسكولار كل الشرايح دي موجوده بالتفصيل زي ما هنتعرض ليها دلوقتي. ادي الشريحه بتكون بالشكل ده في داخل الشاشه. الميزه هنا بقى هو معظم المتصفحات المفروض هتوقف العمل بحاجه اسمها فلاش. فلاش ده اللي هو بيشغل زي حاجات زي كده، فبالتالي اصبح نظام احدث اللي هو HTML5. المهم النظام ده او التطوير ده بدون دخول في مصطلحات تقنيه، هذا ممكن يعمل على التابلت او الايفون او الى اخره، وبصوره وبكفاءه تامه جدا. الشاشه بتكون في منتهى البساطه بعد ما بتظهر الشريحه بالشكل ده كده، بيكون عندي في الجنب الايسر تصغير للشريحه، وعندي هنا التكبيرات المختلفه لغايه 40 اكس، لغايه 40 اكس. وعشان كده الشاشه او الصور اللي هنا بتكون الحقيقه شاشه ضخمه جدا، وبتكون كمان الريزوليوشن بتاعها عالي قوي، وعشان كده حجم الشريحه بيكون ضخم للغايه. لكن ممكن الحفاظ عليها او احنا بنعمل لها سيف او بنحتفظ بيها في صوره او فورمات بتكون بسيطه جدا، بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاها لو عايزين نحتفظ بيها. الشاشه بكل بساطه هنا بعمليه الزومنج بتبقى من الزرارين دول، التحريك الشريحه يمين او يسار او فوق او تحت بتكون من هذه الازرار. هنا بعمل ريسيت زي ما هنشوف دلوقتي للشريحة، هنا اللي هو فول سكرين للشريحة كلها إلى آخره، هنا بنعيد، وهنا طبعا هنا بيبقى الأندو أو ريدو، وهنا كمان اللي هيلب اللي هي بتطلع عندي، وهنشوف ده كله ده بالتفصيل وإحنا بنشغل من الموقع. الصورة بتكون بالشكل ده لما تكون بتوصل ل 40 إكس. يعني الصورة هنا دي اللي هي 1 إكس، ده أصغر تكبير. نفس الصورة دي لما كبرناها بالشكل ده 40 إكس، طبعا واضح كل الأنسجة اللي موجودة عندنا بالنيوكلياس الى اخره، التفاصيل التفاصيل، يعني حقيقه حاجه اكثر من رائعه بالشكل ده كده اهو. طبعا بنقدر نعمل فول سكرين زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، بنخرج من الفول سكرين. طبعا لو ضغطنا الهلب بيكون الهلب موجوده عندنا هنا في الازرار وفي الشورت كاتس او الاختصارات
بتاع دي المفاتيح. طبعا نفس الشيء بالنسبه للديجيتال مايكروسكوب في الباثولوجي دي، الكل الكونجينيتال ديزيزز السيلولار ادابتيشنز الى اخره، ده كله موجود. المواضيع المختلفه بنضغط على اي موضوع بيطلع لنا الشرايح اللي موجوده فيه ونقدر نتعامل معاه. طبعا ده النص اللي هو باللغه الانجليزيه وده الترجمه بتاعته. الحقيقه دي بقى الاختصارات هنا، اللي هو تم التعديل في شهر ابريل 2020، بقى يستخدم تقنيه اتش تي ام ال 5 بدل الفلاش بلاير، وبالتالي ده امكنه لان ده هيتوقف في معظم البراوزرز او المتصفحات، وبالتالي ده بيبقى اسهل في التعامل مع الجوالات او التابلتس بانواعها المختلفه يعني. بس التفاصيل هنشوفها دلوقتي واحنا شغالين، طبعا دي بتبقى موجوده هنا، وده ممكن هنحطه تحت الفيديو، النص ده او الصفحه دي النص هنحطه تحت الفيديو. ودلوقتي ممكن ننتقل ونروح نشوف التطبيق على من الموقع يعني ان شاء الله. وده الموقع زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، ممكن نتصفح فيه هنا، اعطيني تيبس اند تريكس. البروجكت نفسه دي الصفحه الرئيسيه، ودول البارتنرز او المشاركين والممولين للمشروع. ده الدي مايكروسكوب بانواعه المختلفه، الشرايح المختلفه المتاحه، ده الباثولوجي بالشكل ده كده. لو ضغطنا على الهيستولوجي وضغطنا على اول اللي هو كارديو باسكر بتطلعني عندي الشرايح. لو ضغطت على الهيومن تانج مثلا بالشكل ده كده، ادي الشريحه بالمنظر ده كده. لو انا بالماوس بتاعي ممكن احرك او بالشاشه لو تاتش اهو، هنراعي هنلاحظ ان التكبير، بصوا كل ده تكبير والريزوليوشن عالي جدا. وطبعا لو بتحرك ببطء شويه عشان ادي فرصه للريزوليوشن تعمل فوكس اهو بالشكل ده كده اهو، اقدر اكبر اكتر. كل ده زومينج، ايوه اهو بالشكل ده كده، واقدر احرك الشريحه بالشكل ده كده. كل ده 28 بس، يعني اقدر اكبر عن كده ممكن اهو طول ما انا بتحرك لغايه لما وصلت لغايه 40. اقدر اصغر مره ثانيه بالشكل ده كده اهو، اقدر اروح الجزء اللي انا عايزه واحركه زي ما انا عايز بالماوس، واقدر اشوف زي ما انا عايز الانسجه كلها بالكامل. اقدر احرك الشريحه للجزء اللي انا عايزه. طبعا هنا في ميزه ان الجزء هنا بيقول لي انا انت موجود فين في الشريحه، يعني بيحدد لي انت موجود فين في الشريحه اهو. لو احنا ناخد جزء من هنا مثلا نقدر نكبر شويه كده، طبعا بنتظر شويه عشان الريزولوشن يتظبط ليه طبعا، عشان وعشان كده بتكون حجم الصوره ضخم جدا جدا جدا. بصوا اهو تفصيل التفصيل، يعني حاجه اكثر من رائعه. يعني انا ما اعرفش اذا كان المجهر العادي ممكن يجيب التكبيرات دي ولا لا، فالحقيقه حاجه فوق الوصف. يعني الجزء اللي انا مكبره ده اللي هو الجزء الازرق الصغير ده خالص، يعني كل الشريحه دي انا هنا دلوقتي اهو بالشكل ده كده، واقدر اتحرك بالشريحه زي ما انا عايز اهو بالمنظر ده كده. اقدر اتحرك على الجزء اللي انا عايزه، اقدر ابعد شويه زوم اوت وزوم ان زي ما انا عايز بالماوس. طبعا هنا بيكون فولي فلوس، هنا اقدر اتحرك الشريحه يمين او يسار، بس طبعا الاسهل انا امسك الشريحه وبحركها زي ما انا عايز بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اهو اقدر كده، وضغطه زر من هنا ريسيت بتطلع لي الشاشه بهذا الشكل، فبتكون بالمنظر ده كده. طب نشوف بالنسبه للجزء بتاع الباثولوجي، ادي الباثولوجي بالشكل ده كده. هختار اول شريحه بتاعت الليفر اهو بالمنظر ده، اهي بالمنظر ده كده. اقدر اعمل زوم نفس الطريقه اهو، اقدر اعمل زوم على الجزء اللي انا عايزه اهو، واقعد احطه في نص الشاشه بحيث اكبر زي ما انا عايز لغايه لما هوصل لغايه تكبير 40. تكبير ضخم جدا الحقيقه، يعني انا منبهر بالمشروع ده، وبالتالي مشروع زي ده كان الحقيقه ضخم، يعني سواء مؤسسات او شركات، فالحقيقه يعني بيبقى صدقه جاريه وعلم ينتفع به، لان يعني حاجه فوق الوصف، بتوفر القطاعات وبتوفر تعليم جيد للطلاب، سواء كان في التعليم الحضوري، يعني حتى اثناء جوه الكليه لو 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 الدكتور او المحاضر بيعرض ده على شاشه كبيره، اعتقد الطالب هيستمتع جدا بحاجه زي كده، عشان يشوف مثلا الابيثيليال تيشو، عشان يشوف الكونكتيف تيشو، عشان يشوف النواه موجوده في قاعده الخليه ولا على الطرف جوه في الكافيتي اللي موجود، هيشوف تفاصيل التفاصيل، طبعا بالاضافه للشرايح اللي هتكون موجوده عنده ده وضع ثاني يعني. هل في جزء اخر؟ الحقيقه في جزء ثاني ممتع جدا اللي هو ديجيتال اطلسز، اللي هو يعني اعطيني كذا اطلس موجودين. هو طبعا المواقع كلها للاسف بالفرنش، لكن الامور بتمشي يعني. ده البيزك هيستولوجي، لو انا ضغطت عليه هنا بالشكل ده كده اهو بيديني المكان ده، وبيديني الشرايح بقى اللي انا عايزها كلها. طبعا باللغه الانجليزيه اقدر اترجمها في برامج بتترجم الموقع للغه انجليزيه يعني. بنعمل البرزنتيشن، ده الجزء اهو اللي خاص بالابيثيليا، وبيديني الشرايح بالمنظر ده كده. اضغط على اي شريحه من دول بتديني الشرايح بالمنظر ده كده. هنختار الشريحه اللي تحت دي مثلا كده، ادي الشريحه اهي بالمنظر ده، دي هنا الشرايح بالشكل ده كده. ده بخلاف الديجيتال، ففي عندي اكتر من اطلس، في عندي البون تيشو
بالشكل ده، لو انا حطيت كده الشرايح بالمنظر ده كده اهي، واقدر اتعامل مع اي شريحه من الشرايح لو انا عايز اشوف الخلايا بتاعتها اهو، الشريحه دي مثلا بالشكل ده كده اهو اهو، مجرد ان اضغط على حاجه من دول اهو بيحدد لي البيانات موجوده عندي هنا، اقدر اضغط على اي بيانه من دول بيحدد لي هي موجوده فين بالشكل ده فده كده، ويبقى ده عندنا الموقع الرئيسي اللي هو الخاص بالشكل ده كده. طبعا اتمنى ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. طبعا انا غير متخصص في الهيستولوجي او الباثولوجي، يعني انا استاذ علم نبات وتحديدا الطحالب يعني، ولكن لقيت الموقع ده الحقيقه كنت ببحث عنه لغرض معين يعني، فالحقيقه عجبني جدا جدا، وما حبيتش ان استاثر بيه لنفسي لان انا مش هستفاد بيه لانه مش هدرس المواد دي يعني، وبالتالي الدال على خير كفاعله، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب. نرجو الاستفادة للجميع إن شاء الله بإذن الله، وزكاة العلم نشره إن شاء الله بإذن الله. نسألكم الدعاء بظهر الغيب، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم، سواء لشرح تقنية جديدة أو موقع جديد يفيد الجميع إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.